حاجة كان نحب نشير له وأنه كان نوجه الشكر لجمعية أوركيد اللي هي اختت هذه المبادرة الجد طيبة والحميدة اللي من خلالها كان هذا اللقاء المباشر مع الشباب والجمهور من مدينة بني ملال العزيزة. أعتقد على أن مثل هذه المبادرات خصهم يتكتفوا بواحد الشكل كتير، لا سيما في غياب معاهد مختصة، في غياب يعني تأطير على المستوى السينمائي والفني في المدينة. إذن اللقاء الوحيد اللي كيبقى لهاد الشبيبة ولهاد لاجينيراسيون اللي هي بتاتر عندها واحد الميول فني سينمائي هو أنها تجي تحضر مثل هاد اللقاءات. كيف شاهدتوا كان واحد تفاعل يعني جد خاص مع هاد الورشة اللي رغم ضيق وقتها، ملي كنقولوا ضيق وقتها راه تجاوزت 4 ساعات من النقاش وما كانت ما كافياش كيف لاحظتوا، صافي دير انه كاين واحد التعطش، كاين واحد الميدان السينمائي هو يعني حقل كبير جدا. الحديث على المدارس السينمائيه يعني الناس في المعاهد كتقرا في سنتين او ما يزيد، فاحنا حاولنا ما امكن انه في اطار هذه الورشه اننا نقربوا ونبسطوا عمليه يعني الالقاء للجمهور، وان الجمهور اللي كان حاضر معنا انه يتواصل معنا بمسائل اللي هي ملموسه. كيف شتيو يعني كان واحد التفاعل على مستوى الافلام، على مستوى المناقشه، على مستوى الاسئله. اعتقد على ان جمعيه اوركيد استطاعت الى حد ما انها توصل الرساله المهمه في اطار هذه الورشه وفي اطار كاع الاعمال اللي قامت بها هذه السنه في الانشطه اللي كانت موازيه مع المسرح بطبيعه الحال. وانا كنضرب موعد وهذا وعد مع الجمهور والشباب ديال بني ملال انه يمكن نجيو في ورشات جد مختصه ربما في الاخراج او في كتابه السيناريو او في سير الممثل، لان اعتقد على ان مسؤوليه ايصال المعلومه للشباب هي مسؤوليه الجميع في اطار ما يسمى بالنهضه السينمائيه اللي حنا كنحاولوا ما امكن او السلطات المعنيه تحاول صنعها في البلاد في اطار هذه الصناعه السينمائيه اللي كينادي بها وزير الثقافه، وزاره الثقافه بصفه عامه، في اطار هذه الصناعه السينمائيه اللي من خلالها غادي يخلق لنا في المغرب واحد الجيل اللي غادي يشتغل في هذا الحقل. اذا خصنا نقربوا له هذا الميدان يعرف كيفاش يشتغل فيه في اطار صناعه سينمائيه وفي اطار سينما جاده تخدم قضيه وفي نفس الوقت توفر فرجه سينمائيه. كنا مع ماستر كلاس هذه الليله اللي كيدخل في صالونات الاوركيد للتجارب الفنيه، وهو كيدخل في اطار التوطين الأوركيد في مدينة بني ملال. فالضيف ديالنا اللي كان اليوم هو المخرج محمد عهد بن سودة، فكانت الجلسة معه شيقة جدا، مفيدة جدا، ممتعة، والجمهور استجب بزاف ديال الأسئلة لحقاش كان الموضوع اللي هو المدارس السينمائية. فكان تم عرض بعض الأشرطة القصيرة ديال المخرج والمناقشة ديالها للتعريف عن المدارس السينمائية اللي هو استعملها في هذه الأشرطة القصيرة، وهضر لنا كذلك على التجارب ديالو وعلى كيفاش كيشتغل. وكان ضيف اخر اللي هو مهندس صوت واللي يتعامل مع الموسيقى التصويريه اللي هو منصف عديل، فلاول مره يعني الجمهور من اللي كيكتشف هذه المهنه هذه ديال مهندس الصوت وكيتعرف عليها وكيعرف كيفاش مثلا الشباب يقدروا الى بغاو يمشيو في هذا المسار هذا ديال هندسه الصوت اشنو غادي خصهم يديروا، اشنو فين خصهم يقراو. دونك كان واحد التوضيح من طرف هذا المهندس ديال الصوت وهذا الموسيقي، فكانت واحد التجربه جميله جدا وممتعه. وفي الحقيقه ما سيناش النقاش وكان خاصنا بزاف ديال الساعات، ولو اننا جلسنا اكثر من 3 ساعات في هذا الماستر كلاس. فيمكن هذه فرصه اللي كنضربوها للجمهور الملالي وكنقولوا لهم بان باقي غادي نستضفوا هذه الوجوه السينمائيه الجميله اللي غادي تحدثنا على المسار ديالها الفني، على التجارب الفنيه السينمائيه، والنقاش ديما مفتوح. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.